الآب والابن والروح القدس إلهنا واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. أنا هو خبز الحياة. الحقيقة تنازل عجيب وغريب إن ربنا يدينا ذاته لأجل حياتنا. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. الله يعطينا جسده عشان ناكله ونشربه. لو فهمنا المعنى ده بالمعنى الجسدي فهذا موت. إنما المفروض عشان يبقى لي قيامة وحياة أبدية أفهم هذا بالروح، بالمعنى الروحي. اللي بياكل جسد ربنا ودمه يثبت فيه زي ما قال الكتاب. وما دام أنا ثابت في الكرمة يبقى بستمد العصارة من هذه الكرمة، عشان كده بعيش. الغصن اللي بياخد من الشجرة دايما غصن أخضر مرعرع، بعيش عايش. على العكس، وأنا مش باخد جسد الرب ودمه مش ببقى ثابت في الغصن، ببقى دايما دبلان. أي حاجة بتهزني شكل كده يعني خامل، حارم نفسي من الثبات في الكرمة، حارم نفسي من النضارة. دايما الشجرة الخضرة بتبقى نضرة، دايما نضرة كده ومزهزهة. والإنسان اللي بيبتعد عن جسد الرب ودمه لأسباب كتيرة دايما إنسان خامل، دايما إنسان معرض نفسه للذبول والموت. زمان كلم ربنا اليهود عن هذا الموضوع ما فهموهوش، حتى تلاميذه استصعبوا هذا الأمر. قال لهم بصوا، ده موضوع ما فيهوش نقاش. إذا كنتم مش قادرين، إذا ما كنت لعلكم أنتم تريدون أيضا أن تمضوا، يعني الموضوع محسوم. الله متمسك بهذا الحق، ما فيهوش رجعة. حتى ولو رسل الـ12 كانوا سابوه، لأنه ابتدى يفهمهم إزاي تكون الحياة الأبدية. الحقيقة ربنا قطع عهود كتيرة مع الإنسان في القديم، إنما في يومين في حياة البشرية كان حد فاصل، كان عهد بين ربنا وبين البشرية بعد الطوفان، إنه ربنا مش هيعود يهلك الإنسان مرة أخرى. وكان علامة هذا العهد قوس قزح بيظهر في السماء، علامة رضا ربنا. والعهد الثاني في العهد الجديد، لما جلس ربنا وسط تلاميذه وكشف لهم عن سر العهد الجديد في مغفرة الخطايا ونوال الحياة الأبدية. العهد الأول كان استمرار للحياة البشرية على الأرض، مش هيعود ربنا يهلك تاني البشرية، استمرار الحياة البشرية. إنما العهد الثاني الأجمل، العهد الثاني الأجمل، العهد الجديد، ضمان لنوال الحياة الأبدية بعد الموت. وهو ده كلنا بنتمناه. إذا كنا فقط في هذه الحياة نرجو المسيح، نحن أشقى جميع الناس. أنا مش ببص لربنا هنا بس، ده أنا منتظر ربنا لحاجة أفضل، لحاجة أحسن. هقف مع ربنا وسبح ومجد وشوف ربنا واشترك مع الطغمات السمائية وأقول له قدوس قدوس قدوس. ما أقدرش أقول كده غير لما أبقى ثابت فيه، ما أقدرش أقول كده غير لما آكل جسد ودمه باستحقاق. عشان كده أقدر أقف قدامه واخد العهد التاني اللي ادهولنا يوم خميس العهد، خذوا كلوا هذا هو جسدي،
خذوا اشربوا هذا هو دمي. عشان كده المسيح ابتدى يعمل كل حاجة وهو على الأرض، كل حاجة ابتدى يعمل معجزات وبشر ويقول يصنع خير، وابتدى تلاميذه يشوفوا كل الحاجات ديت، لغاية لما كلل كل هذا، لما قعد وسطهم وقال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دمي. سر الإفخارستية أو جسد الرب ودمه حضور المسيح وسط شعبه. المسيح لما جلس وسط تلاميذه استبدل حضورا بحضور. عمل ايه؟ استبدل حضوره في الجسد الى حضوره في الخبز والخمر. قال لهم هذا هو جسدي، هذا هو جسدي وهذا هو دمي. يعني دول جسدي ودمي، انا ربنا اللي اداهم وهو اللي بيقول كده، ربنا اللي اداهم وهو اللي بيقول لتلاميذه كده. واستبدل حضوره في بينهم الى حضوره فيهم. استبدل حضوره بينهم، لما اكل جسد الرب ودمه يسكن الرب فيا، يبقى انا جوايا ربنا. عشان كده الكتاب قال انتم هيكل الله، روح الله ساكن فيكم. احنا خدنا روح ربنا زمان في المعمودية بعد ما اتطهرنا من الخطية القديمة، وثبتنا في ربنا تاني بالتوبة. كل مرة سر التوبة والاعتراف. يا ترى في حد لغاية دلوقتي مش ثابت في ربنا بهذا السر؟ يا ترى في حد بياخد جسد الرب ودمه بدون استحقاق؟ عشان اخد جسد ربنا ودمه باستحقاق لازم يبقى لي توبة، لازم افتش في داخلي، لازم احاسب نفسي، لازم اروح لابونا واقول لي يا ابويا عايز اقعد معاك، اصله جلسة الاعتراف بتنقيني، بتخليني اسمع فلتكن محالا. عايزين ناخد جسد ربنا ودمه باستحقاق، عايزين جسد ربنا ودمه يسكنوا فينا، يبقى ساكن فيا بحق. لو رجعنا لورا شوية في طقس خميس العهد نجده طقس جميل قوي. الأول بيبتدي المسيح يغسل الأرجل عشان يطهرنا من قذورتنا ونقينا. واحد مننا قال له أو بطرس قال له يا رب ما تغسلش رجلي، قال له إن ما غسلتش رجليك لا يكون لك معي نصيب. أحيانا الواحد يستكبر قوي، يجي لابونا ويعترف. أحيانا بعضنا يستكبر لقلة الوقت، للخجل، لحاجات كتيرة قوي، الواحد مش قادر يجي يعترف وخش يتناول. ونسأل يا حبيبي ليك أب اعتراف؟ يقول لا. طب بتتناول ليه؟ مش المفروض ليك أب اعتراف تقعد معاه تتكلم معاه الأول عشان يبقى جسد الرب ودمه باستحقاق؟ ده اللي عمله ربنا معانا يوم خميس العهد. غسل الأرجل ده هي التوبة المستمرة. أنا بقدم توبة مستمرة كل شوية في قعدتي مع ربنا وذهابي لابونا وقعدتي في جلسة الاعتراف. وبدون هذا الغسل اليومي اللي هو التوبة اليومية لا يكون لك معه نصيب. ده ربنا اللي قال لبطرس كده، إن ما غسلتش لجريك لا يكون لك مع نصيب. يبقى غسل الرجلين اللي هو التوبة اللي بنقدمها لربنا كل يوم هي دي اللي بتؤهلك انك تاخد جسد الرب ودمه عشان يسكن فيك ربنا ويعيش داخلك وتتمتع بالشركة معه. قال له اللي اغتسل اللي هو اخد المعمودية ليس له حاجة لعادة المعمودية، عشان كده المعمودية مرة واحدة. يبقى اللي اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه، يعني ملوش حاجة إلا التوبة. انت خدت المعمودية محتاج بس تقدم توبة.
هو ده طقس اللقان الجميل اللي بيعدك بعد كده، اللي بيعدنا بعد كده يوم خميس العهد للدخول للتناول من الأسرار المحيية. عشان كده بعد الطقس الجميل ده الكنيسة بتعد ولادها كلهم عشان يتناولوا من العجل المسمن. الابن الضال لما جه لابوه تايه وتعبان وهداه الخطية وكسراء، وابتدى يقول له أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، توبة، جلسة اعتراف. قعد الأب تحنن وتقبل، قبله فرحا مسرورا، قال لهم اذبحوا العجل المسمن. ايه العجل المسمن ده؟ بعد ما تقدم توبتك لربنا، ربنا بيديك العجل المسمن، الجسد والدم المسفوكين على الصليب عشان خاطرك، عشان خاطر تثبت فيه. ربنا عايز يسترد لك ثيابك تاني، عايز يدي لك الثياب اللي سبتها وتعريت، عايز يقول لك تعالى خذوا كلوا هذا هو اشربوا هذا هو دمي. يبقى التوبة لازمة للتناول، عشان اكل جسد الرب ودمه لازم ابقى تائب ومقدم توبة. يجي واحد يقول احنا غير مستحقين، فعلا مفيش حاجة ما نقدرش نتكلم عليها في الاستحقاق المطلق، مفيش فينا حد عنده لهذا الاستحقاق المطلق. لو اتكلمنا عن الاستحقاق المطلق محدش يستحق، انما لو جينا نبص كده المراحم ربنا علينا، ابونا قبل ما يبتدي يفرش المذبح بيقول صلاة سرية رائعة جدا، بيقول أيها الرب العارف قلب كل أحد القدوس المستريح في قدسيه، أنت تعلم يا رب إنني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمة التي لك. يعني ما فيش حد فينا مستحق، بس النقطة دي ما تفضلش تلعب قدامي عشان تحرمني من بركة ربنا، ما تحرمنيش من الثبات في جسد الرب ودمه. صحيح كلنا غير مستحقين، لكن في حاجة جميلة بنقولها، يا رب ليس من أجل استحقاقي وإنما من أجل احتياجي وعلاجي، أنا باخد يا رب دول عشان تعالجني من خطيتي. أنا مش مستحق يا رب، بس أنت اديتني هذه البنوة، اديتني إن أنا عشان أثبت فيك أأكل هذا الجسد وأشرب هذا الدم، بس لازم باستحقاق لألا أكون مجرم في جسد الرب ودمه. على الأقل أنا بقدم توبة، على الأقل براجع نفسي، على الأقل بكون مستعد يقظ سهران مش عارف إمتى أقابل ربنا وهقول له إيه. عشان كده دايما باستمرار كل شوية أروح لابونا، وكل شوية أقدم حساب قديم، أفتح صفحة جديدة مع ربنا وأقفل الصفحة القديمة وأعترف وأتوب وأقدم توبة وأجي أتناول. عشان كده أجمل حاجة قالها يوحنا المعمدان إيه؟ هذا هو حمل الله الذي يغفر خطية العالم. عرفت إزاي يا يوحنا؟ عرفت إزاي؟ ده لسه بدري على الحكاية دي، عين النبوة ابتدت تشتغل، عين النبوة. الذبائح القديمة خلاص، ربنا يوم ما دخل يوم أحد الشعانين طرد كل باعة الحمام وقلب مايض الصيارفة، خلاص الذبائح القديمة ما بقى لهاش مكان هنا، خلاص في ذبيح واحد، ذبيح حقيقي، ذبيحة حقيقية. عشان كده المسيح ما عودناش محتاجين كل ده، عشان كده المسيح طرد اللي كانوا في الهيكل عشان الذبيح الحقيقي جه خلاص. وده اللي شافه يوحنا المعمدان بعين الرؤية أو بعين النبوة، هوذا حمل الله الذي يغفر خطية العالم كله. بس ازاي؟ لما أثبت فيه، لما أتناول جسد الرب ودمه باستحقاق، لما أقدم توبة مستمرة. في القديم كان يقدم حمل الناس لله، ذبايح يقدم حمل الناس لله، إنما في الجديد
يقدم حمل الله للناس. ايه العظم اللي احنا فيها دي؟ في القديم الناس بتقدم ذبايح، يقدم حمل الناس لله. انما في الحديث في العهد الجديد اللي ربنا جاء عشان يفتدينا فيه، يقدم حمل الله للناس. مدخل عجيب ومدخل مذهل ان ربنا يحبنا لهذه الدرجة. صدقوني لو كل واحد فينا تأمل هذا الموضوع نبقى يعني احنا ملائكة على الارض. عشان كده محتاجين نتأمله فعلا بالروح. لو رجعنا للضربات القديمة زمان ايام فرعون وموسى، نلاقي في الضربة التاسعة كان الظلام، الضربة التاسعة كان الظلام، والضربة العشرة كان سفك الدم والخروف والدم والعتبتين وتلطيخ الدم على العتبتين والقائمتين. يعني ربنا عايز يقولك كانت ظلمة عظيمة قبل ما تاخد الجسد والدم جوايا. قبل ما تناول جسدك ودمك يا رب كان في ظلمة، كان في خطية، كنت عايش في العالم مش عارف ازاي اتخلص من دول. انما لما دخل النور الحقيقي ذاتي وقلبي ابتديت اتنقى، ابتديت انور. عشان كده تلاقوا الواحد اللي متناول بيخرج منور، اصله واخد جسد الرب ودمه، حامل في جسدي سمات الرب يسوع، اخدت جسد ربنا ودمه. عشان كده لازم تعمل بيهم، لازم وانا باخد جسد الرب ودمه ابقى اعمل بيهم. ازاي الناس تشوف ربنا فيا؟ ازاي الناس تتامل صوره المسيح فيا؟ في الضربات التسعه الاولى ربنا ما طلبش من بني اسرائيل حاجه خالص، انما في العشره قال لهم هاتوا اختاروا خروف واذبحوه، وقال لهم ازاي تختاروا الخروف وتذبحوه ازاي وتعملوا ازاي الدم، وصاهم. يعني ابتدوا يشتركوا. عشان كده وانت بتاخد جسد ربنا ودمه لازم تشترك، لازم تشترك في الخلاص. بس لازم اقاوم الخطيه عشان ابقى مستحق. لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه. تقول لربنا قلبا نقيا نخلق فيها يا الله، يقول لك حاضر بس عليك شغل. ايه شغلك؟ ايه شغلك؟ ايه يا رب اللي انا ممكن اعمله؟ يقول جاهد. انت بتقول لي قلب نقي اخلق فيا يا الله، وانا اقول لك نقي اولا داخل الكأس والصحفة. عليك شغل، عليك انت تنقي، تحاول، تعترف، تقدم توبة، وانا علي اخلق هذا القلب الجديد. يبقى لازم تشترك مع ربنا في هذا الموضوع. عشان كده القديس أغسطينوس بيقول ايه؟ الله الذي خلقك بدونك لن يخلصك بدونك. هو خلقك بدونك انما ما يخلصكش بدونك. لازم انت اللي تبتدي، لازم تيجي وتقول له اخطأت في السماء وقدامك. صحيح ربنا مستنيك، صحيح ربنا عايزك، صحيح ربنا بيشتغل علشانك، صحيح ربنا بيمشي بالساعات عشان يقابل واحد خاطي. إنما لازم القلب يشتغل، لازم تقول له أرى أنك في البدايات كده زي ما قالت السامرية، إيه حكايتك يا راجل؟ إيه اللي أنت بتقوله لده؟ ده أنا شايفة فيك حاجات عجيبة، ده أنا ابتديت أتكلم مع واحد عمري ما اتكلمت مع حد، عمري ما اتكلمت في حياتي ما اتكلمت مع حد، ده انا خارجه دلوقتي وقت الظهر عشان محدش يشوفني، انما جاي اشوفك واتكلم معاك، انت فيك حاجه غريبه. وابتدت تتعامل مع الراجل ده. احنا امتى نتعامل مع ربنا؟ امتى نتعامل معاه بقلبنا؟ يوم ما تتعامل معاه بقلبك بالفعل تقول مع السامريه، انسان قال لي كل ما فعلت. اطلع اللي جوايا بقى، اطلع واقول له يا رب انا جوايا خطيه كامنه مش عارف اطلعها، نفسي اقعد معاك، نفسي اقعد معاك من خلال ابونا عشان اعترف، نفسي اقول لك على كل حاجه تعباني. الانسان اللي بيعترف بيطلع من عند ابونا كان جبل كان على صدره ورماه. صدقوني صدقوني احساس التوبه جميل، احساس الانسان اللي داخل من قلبه فعلا يعترف عشان يصفي اللي جواه. بعد ما يعترف يقول ياه ده انا كنت شايل جبل على قلبي ومش حاسس.
هي دي رحمة ربنا علينا، أبقى تايب مقدم توبة أخد جسد الرب ودمه. عشان كده في سفر الرؤيا بيقول توبة للمدعوين إلى عشاء الخروف، وفي كل قداس أو في كل يوم ربنا بيدعيك لهذا العشاء، سر الجسد والدم المستحيلين إلى جسد ربنا ودمه، أو الخبز والخمر المستحيلين لجسد الرب ودمه على المذبح. واحد يقول ولا واحد ولا حد كده يلعب في دماغنا ويقول ده مجرد ذكرى، نقول له لا حاسب يا عم بقى، دي مش ذكرى وتعرض عليك من الكتاب. المسيح قال لنا خذوا كلوا هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دمي، جسدي مأكل حق ودمي مأكل حق. عشان كده هننكر ايه؟ ده الكلام واضح جدا، جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، هذا هو جسدي وهذا هو دمي. نبص النقطة تانية، بولس الرسول بيقول لنا في كورنثوس الأولى 11 تسلمت من الرب ما سلمتكم، أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها ذاته أخذ خبزا وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور عنكم، اصنعوا هذا لذكري. وكلمة الذكر هنا ما قالش اصنعوا زي كده أو اصنعوا زي اللي أنا بعمله أو شبه اللي أنا بعمله، قال اصنعوا هذا لذكري، يعني كده زي ده، يعني هو ده، خذوا اشربوا هذا هو، خذوا كل هذا هو جسدي، اشربوا هذا هو دمي. عشان كده القديس بطرس بولس الرسول برضو بيشرح معنى اصنعوا هذا لذكري، قال الآية الجميلة ديت فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. يعني في كل مرة بتتناول بتقول لربنا يا رب أنا أؤمن إنك جيت وتجسدت وتألمت ومت علشاني وقمت وديتني جسدك ودمك عشان أقوم معك، تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. أظن الكلام مش محتاج تفسير، أي حد شككنا إحنا بنرد من الكتاب المقدس مش من عقولنا، الكلام في الكتاب والكتاب واضح. ولو كان كلام الرب عن جسده ودمه مجازا مش حقيقي كان ترتب عليه حاجات كتيرة قوي. طب ليه يا رب بتقول لنا في مكافآت للي يأكل جسد الرب ودمه؟ في مكافآت يثبت فيا وأنا فيه وأنا أقيمه في اليوم الأخير، ما مكافأته. لو كان الموضوع ده مجازي لذكري يبقى إزاي يعني هتقومنا في اليوم الأخير وإزاي هيبقى لنا معاك نصيب؟ ما كانش اعتبر اللي ما بيتناولش جسد الرب ودمه ميت. الله، ميت إزاي إذا كانت حاجة ذكرى؟ إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم، يعني في موت. يبقى إزاي وأنا بعمل حاجة للذكرى أخد حياة؟ إزاي الكلام ده مين يعقله يعني؟ يبقى ده جسد حقيقي ودم حقيقي. نمرة ثلاثة، لما التلاميذ قالوا له إحنا مش فاهمين، قال لهم لعلكم تريد أن تمضوا مش مشكلة. يا الله، طب يا رب ما تسهلها شوية. قال أبدا، هذا هو جسدي هذا هو دمي. ما كانش بولس الرسول قال لنا كمان ان في عقوبات للي بياخد جسد الرب ودمه بدون استحقاق؟ ايه العقوبات دي؟ يكون مجرم في جسد الرب، يأكل ويشرب دينونة. عشان كده كثيرون منكم سقماء وكثيرون مرضى وضعفاء وكثيرون يرقدون. أصله في حاجة، في خلل، في خلل في الموضوع، محتاج تنظيم، محتاج ضبط. عشان كده لازم ندافع ولازم نتكلم وإحنا واثقين من كل اللي إحنا بنقوله أو من كل اللي بيقوله لنا ربنا من خلال الكتاب المقدس. كونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم.
كونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. ربنا يدينا ان احنا نتناول جسده بدمه باستحقاق. ربنا يدينا ان احنا نثبت فيه عشان يكون لنا معه نصيب في اليوم الاخير، تائبين واحنا هنا، مستعدين واحنا هنا، متناولين جسد الرب ودمه واحنا هنا، نثبت فيه، يثبت فينا، يسكن فينا، يقيمنا في اليوم الأخير. له المجد من الآن وإلى الأبد، أمين. هللويا 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 إيسوس بخريستوس بقورو أنت بقورو افتون في والخني اذ موت فاي ارب او ارب ناف نم دفي اوتنا غاسوس نبن ما Jesus, my Lord, and Jesus,